الاتفاقية التي سوف تتشرف وزارة السعودية للأوقاف بالتوقيع عليها مع بنك البركة الجزائري يوم الأحد أي يوم غد، والتي بمقتضاها يمكن للسادة الأئمة أن يقترضوا قرضا بدون فائدة مرتجعا من أجل شراء ما يرغبون فيه من أثاث بيتهم. على العجوزة تحتاج تلفزيون بلازما ولا حاجة، بس تشوف برامج دينية، أو أن يشتروا كمبيوترا أو مكتبة وتكون إدارتكم مرافقة لكم حتى لا تقعوا في السدانة التي ترهق كاهلكم.